قادمه. الحقيقه هبدا اول سؤال مع مستر مارتن، وزي ما هقول لحضراتكم ان احنا خلال الحلقه دي بالكامل هنبدا نتكلم مع مستر لاسارتي منذ البدايه، كيف بدا التفاوض لغايه ان شاء الله تفكيره في مباراه نادي الزمالك وفي المرحله القادمه. فهنبدا اول سؤال النهارده مع مستر مارتن. يعني نادي الاهلي نادي كبير ومعروف اسم النادي الاهلي، ولكن الناس عايزه تعرف كيف بدا التفاوض مع مستر مارتن لاسارتي. أحد الوكلاء كان اتصل بزميل ليا، لما اكتشفنا أن النادي الطالب التعاقد معايا نادي مهم زي النادي الأهلي استمرنا في المفاوضات ووصلنا لاتفاق. جينا في الأول في زيارة استكشافية نشوف النادي، وبحثنا وعملنا دراسة للعيبة بتاعت الفريق، وفين هو في مستوى الدوري، والفاينل اللي خسره الأهلي برضو درس الموضوع ده. Vimos algunos partidos, algunas imágenes. شفنا بعض الماتشات وبعض الصور للنادي. Pero eso es lo normal, digamos lo normal cuando hay una posibilidad de estas características. دي كان كل شيء عادي بدراسة عادية للموضوع التفاوض. هل كنت تعرف اسم النادي الأهلي قبل بدء هذه المفاوضات، ولا حضرتك شفته من السيرش أو البحث اللي حضرتك عملته؟ Bueno, si había escuchado antes el nombre. Sí. Sí, claro, no, pero a ver, si uno pone en una hoy en cualquier buscador de internet اي باحث في الانترنت que todos lo hemos hecho alguna vez ممكن نكون عملناها قبل كده كتير. Busca los equipos más importantes del siglo pasado. عندما تبحث عن اهم فرق في كره القدم الاهلي está ahí. الاهلي موجود في وسطهم. No es tan difícil de saber qué equipo es o qué equipo مش من الصعب estamos, no? ليس من الصعب يعني اكتشاف اسم الاهلي، لان هو من احد 10 اهم انديه على مستوى العالم. تمام. هل كان في حد